كمان يا محمود، لا يمكن اوافق او اسكت. ايوه بس انا شايفك ساكته، ولا قلت لها لا ولا حاولت تمنعيها بجد. ابدا، بس انا بقول ممكن الموضوع ده يخلص ويتحل بالهداوه وبالعقل ومن غير شوشره وفضايح وفرجه الناس. انت مش بنتها برضو زي ما انا ابنها؟ احنا مش ولادها ولا ايه؟ احنا مش ولادها ولا ايه؟ طبعا اولادها يا محمود، وهي امنا. يبقى من حقنا نقول لها لا، من حقنا نمنحها ونمنع جوازها من الراجل ده، من سعلوان افندي ده طمعان فيها وفي فلوسها زينات وعايز يكوش على كل حاجه. وانا بطمنك الجوازه دي لا يمكن هتتم. اقسم بالله لو علوان افندي ده ما بعدش عن امي. قلت لك الجوازه دي مش هتتم، مش هتتم يا محمود. برضو دول ولادك وانت امهم يا نواف، وانا مش عاوز افرق بينكم او ابعدكم عن بعض، ومش عاوز كمان ان هم يزعلوا منك او حتى يفهموني غلط. انا عشت لهم عمري كله، اعطيتهم كل شبابي، ما بخلتش عليهم، رفضت كل اللي تقدموا لي بعد وفاة ابوهم الله يرحمه من 20 سنة. عشت عشانهم لحد ما كبروا واتجوزوا وخلفوا كمان، وتلاقي كل واحد في بيته وعياله ومراته، ولا عمر واحد فيهم فكر يسأل عني. معلش برضو نحاول نفهمهم ونقنعهم يوافقوا، وبلاش تخسريهم يا نوال. لا لا يا علوان، لا، زينات ومحمود ما يهمهمش غير فلوسي، خايفين على اللي بياخدوه مني كل شهر، ويمكن كمان بيفكروا وانا عايشة في نصيبهم من الورث اللي حسبوه لهم بعد ما اموت. طيب يا ريت يعني نديهم فرصة ونحاول نأجل جوازنا شهر ولا اتنين، ما يجراش حاجة. لا لا يا علوان، لا، الجواز حيتم في ميعاده. خلاص اللي تشوفيه يا نوال. على فكرة يا علوان. نعم. انت قلت الحسن ابنك على جوازنا ومعاد كتب الكتاب؟ قلت له طبعا، وقال لي الف مبروك. طب يبقى يا ريت يحضر كتب الكتاب. وهي مصلحتك مش برضو مصلحتي؟ ثم انا جوزك وبولادك وضروري اخاف عليك وعلى حقوقك. برضو خليك انت بعيد وسيبني انا واخويا محمود نتصرف. ابدا، لا انت ولا اخوكي هتقدروا تمنعوها وتمنعوا جوازها من الراجل ده اللي اسمه علوان، لانه بصراحة كده واكل عقلها ومسيطر عليها ومبرمجها كمان وبيحركها لمصلحته هو وبس. قلت لك سيبنا احنا نتصرف يا سمير. يبقى لازم تعرفي انت واخوكي محمود ان اللي ضروري يتقال له لا هو بسلامته العجوز عريس الغفله اللي اسمه علوان افندي ده، وهو اللي لازم تبعدوا عنه امكم اولا يا زينات. واللي زي علوان افندي ده محتاج لواحد زي يفهم لغته كويس. بقول لك ايه، احنا اللي تهمنا امنا يا سمير. يا سلام، وانا برضو تهمني حماتي وتهمني برضو مصلحتك يا حبيبي. اللي من حقنا عليكي تسمعي كلامنا وتصدقينا وتنفذي كل اللي بنقولك عليه، ثم يعني لو ما كناش بنخاف على امنا هنخاف على مين يعني؟ لا يا محمود، لا انت ولا اختك زينات خايفين عليا، انتوا خايفين على نفسكم، خايفين على الفلوس اللي بتاخدوها مني من غير حساب. يا امي الفلوس دي اخر حاجه بنفكر فيها دلوقتي. وهو عمرك انت ولا اختك ولا جوز اختك حتى فكر يزورني ويطمن عليا الا اذا كان محتاج فلوس؟ لا يا محمود،
لا مش هي دي الحقيقة. الحقيقة يا امي ان اللي بيفكر وبيجري ورا الفلوس هو سعلوان افندي ده، لانه الوحيد ياما اللي طمعان في الكام قرش اللي عندك وعايز يكوش ويتلم عليهم. ثم علوان افندي، علوان افندي هو الوحيد اللي واقف جنبي بيساعدني وبيسأل عليا بيواسيني وبيمسح دمعتي. علوان افندي ده طمعان فيكي وفي فلوسك. يلا كده. طب قسما عظما الجوازة دي لا يمكن حتمه، ويانا بقى يا سعيد ولا فندي ده. يلا وده معناه ان جوازه وكتب كتابه لهم علاقة اكيدة بارتكاب الجريمة اللي راح ضحيتها. فعلا يا فندم، والتحريات المبدئية بتقول انه كان هيتجوز ويكتب كتابه على المدعوة نوال ابو اليزيد زهران، والاثنين العروسة والعريس اللي هو المجني عليه عمرهم فوق الخمسين سنة. ده اللي بيتقال عليه جواز العجائز يا حضرة الضابط، او جواز اخر العمر. ويتهيالي يا سيادة الوكيل اول الخيط في القضية دي هي العروسة. قصدك نوال ابو اليزيد يا حضرة الضابط؟ ايوه يا فندم، وبالفعل هي موجودة دلوقتي وممكن ندخلها لسماع اقوالها. وحالا يا حضرة الضابط. حولي يا بيه، ما عادش ينفع الكلام، اللي حصل حصل واللي كان الله يرحمه. كنتم ناويين تتجوزوا يا ست نوال انت والمجني عليه؟ كنا هنكتب كتابنا يوم الاثنين، لكن كل شيء بامر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. والتحريات بتؤكد يا ست نوال ان اولادي مالهم يا بيه؟ اولادي مالهم؟ التحريات بتؤكد انهم ما كانوش موافقين على جوازك من المجني عليه. هو كان كلامه بس، ومن حبهم ليا وخوفهم عليا. بنتك زينات كلمتك اكتر من مره وطلبت منك صرف النظر عن الجوازه دي. حصل يا ابني. وابنك محمود زعق وعلى صوته واتخانق معاكي وقالك ان الجوازه دي لا يمكن تكمل ولا يمكن تتم، وده نفس الكلام اللي قالته بنتك زينات. حصل يا بيه. واضح بقى ان واحد منهم على الاقل نفذ تهديده ومنع الجوازه. الجوازه اتمنعت لان الله يرحمه اتقتل يا بيه. وواحد منهم او الاثنين سوا ممكن جدا يكون هو مرتكب الجريمه. لا ولادي ما يقتلوش. امال كانوا هيمنعوا جوازك من المجني عليه ازاي؟ معرفش، لكن قتل لا لا لا. وبعدين كمان لازم تعرف يا بيه ان اللي كانوا بيعرضوا الجوازه دي مش ولادي وبس، لا كان في كمان حسن. حسن مين؟ حسن ابن المرحوم علوان الله يرحمه، كان رخر مش موافق على الجوازه ومستحلف لابوه لو حصل واتجوز مش هيسكت وهيهد الدنيا، والله يرحمه كان خايف من تصرفاته، كان بيقول لي انه ولد طايش ويعمل اي حاجه. وتفتكر يكون حسن ابن المجني عليه ارتكب الجريمه؟ الشيطان شاطر يا بيه، والله يرحمه ما كانش مطمن له ابدا، لكن هنقول ايه بقى؟ منه لله اللي عمل كده، منه لله اللي عمل كده. مؤكد يا فندم ان الاولاد الاثنين ما كانوش موافقين ومعترضين على الجوازه، ابن وبنت الست نوال وحسن ابن المجني عليه. لكن واضح ان الست نوال ابو اليزيد بتستبعد قيام ابنها وبنتها بارتكاب الجريمه في الوقت اللي بترجح فيه ان حسن ابن المجني عليه هو اللي ارتكبها. ده لانها في الاول وفي الاخر امهم يا فندم، لكن اسمح لي، ده قلب ام، يعني بالنسبه لموضوع زي ده مش هو اللي يؤخذ بحكمه، لانه حكم مجروح وشهاده برضه مجروحه. فعلا يا حضره الضابط. يبقى ضروري نسمع اقوال محمود بدر الدين سلامه ابن نوال ابو اليزيد. وهو كذلك.
نقتل ابدا، ده لا يمكن يا باشا. لكن انت هددت والدتك الست نوال انك هتمنع الجواز؟ امنعها لكن مش بالقتل والعياذ بالله. امال كنت ناوي تمنعها ازاي يا محمود؟ اولا ممكن اقول حاجه لسيادتك؟ قول، عايز تقول ايه؟ الاخ حسن ابن الله يرحمه علوان افندي جاني البيت وقعد يتكلم معايا وقال لي لو انت واختك مش هتمنعوا الجوازه دي انا اللي همنعها ولازم امنعها. ويا ترى قدر فعلا يمنعها يا محمود؟ الله العالم بقى يا بيه. لكن الاخ حسن علوان كان متعصب قوي وشايط وناوي على الشر، وصراحة يا باشا انا حسيت وقتها انه مش طبيعي وانه ممكن يعمل اي حاجة. ايه يعني ممكن يرتكب الجريمة ويقتل؟ ربنا بقى العالم يا سعادة البيه. ربنا وحده العالم، ولا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. موقف حسن ابن المجني عليه غريب ومش مفهوم. ده صحيح الى حد كبير يا حضرة الضابط، لان الدافع اللي ممكن يخلي اولاد نوال ابو اليزيد يعترضوا على جوازها من المجني عليه اكبر كتير من اي دافع او مبرر للاعتراض عند حسن علوان. وده يا فندم شيء محتاج لتفسير منه بالتأكيد. فعلا، ويبقى ضروري يتم استدعاءه لسماع اقواله يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. على ان والدي بيفكر في الجواز وهو بيتجوز من ست فاضله. ابنها محمود بيؤكد انك رحت له البيت وقابلته وقلت له انه لو ما قدرش يمنع الجواز هو واخته انت اللي هتمنعها بمعرفتك وبطريقتك. لا، الكلام ما كانش كده يا باشا. امال كان ازاي يا حسن علوان؟ الاخ محمود ابن ستة ونوال هو اللي طلب يقابلني، وفعلا قابلته ولقيته بيكلمني عن توكيل اللي عملته الست والدته لوالدي الله يرحمه، وبيطلب مني اني احذر والدي الله يرحمه من استغلال التوكيل ده لمصلحته ولحسابه ولحد ما يقنع ست والدته انها تلغيه. وحصل انك كلمت فعلا والدك المجني عليه؟ بصراحه لا، لان الموضوع ما كانش يهمني قوي، لكن جايز جدا. جايز جدا ايه يا حسن يا علوان؟ جايز جدا يكون الاخ محمود بدر الدين ابن ست نوال هو اللي حاول يكلمه بنفسه ويحذره او ياخد منه التوكيل. جايز جدا. وجايز برضو يكون فكر في ارتكاب الجريمة. جاي. بسل بإقناع والدته تلغي التوكيل اللي عملته للمجني عليه علوان خلف الله، وده اللي خلاه يحاول بطريقة أو بأخرى مع المجني عليه. ده جايز فعلا، وبالتأكيد المجني عليه رفض تحذير محمود بدر الدين. والملاحظ يا فندم ان ابن الست نوال محمود بدر الدين ما جابش اي سيرة عن حكاية التوكيل دي في اقواله. يبقى نسمع اقواله في النقطة دي ونعرف منه قصة التوكيل من اولها لاخرها. ومحمود بدر الدين موجود فعلا يا فندم. خلاص، يدخل حالا يا حضرتك. انهي توكيل يا فندم؟ التوكيل اللي عملته والدتك للمجني عليه. ايوه فعلا، امي كانت عامله فعلا توكيل لسعلوان الله يرحمه، توكيل رسمي عام. وهي اللي قالت لك عن التوكيل ده؟ لا يا بيه، مع الاسف امي ما قالتليش حاجه عن التوكيل ده خالص. امال انت عرفت ازاي يا محمود؟ ايه؟ عرفت ازاي؟ ايوه عرفت من اختي زينتها. ويا ترى اختك زينات عرفت من والدتكم الست نوال ولا من حد ولا طريقة تانية ولا ايه بالظبط؟ برضو لا يا بيه، امي ما قالتلهاش حاجة عن التوكيل ده خالص. وما عرفتش ان اختك هي عرفت ازاي؟ سألتها وقالت لي هقول لك بعدين، لكن فهمت منها انها عرفت من شخص قريب جدا جدا مننا او من الله يرحمه علوان افندي.
وده اللي خلاك تروح تقابل ابنه حسن وتساله عن التوكيل. وقابلني وحش قوي يا بيه، وشخط ونطر وتعصب، وقال لي روح اسال ابويا ولا اسال امك، وانه لا عايز يشوف ابوه ولا عايز يكلمه لانه لو قابله يمكن تحصل مصيبه. وبعدين قاعد يشتم ويلعن ويغلط كتير قوي، فالله يرحمه يا علوان افندي. واختك زينات مالها زينات يا سعاده البيه؟ اكيد تعرف الشخص اللي بلغ عن التوكيل اللي عملته الوالده للمجني عليه. لا انا ما اعرفش، لكن اسالوها يمكن تعرفوا منها اللي انا ما اعرفوش. وما عادش يهمني دلوقتي اعرف. زينات بدر الدين سلام. انت اللي قلت يا زينات لاخوكي محمود ان والدتكم الست نوال ابو اليزيد عملت توكيل رسمي عام للمجني عليه علوان خلف الله؟ ايوه يا بيه. طب وانت عرفتي ازاي ومن مين بالتحديد؟ وده هيهم في ايه بس حضرتك دلوقتي؟ مين هو الشخص اللي عرفتي منه بحكايه التوكيل اللي عملته الوالده للمجني عليه؟ اتكلمي يا زينات. سمير. سمير مين؟ سمير جوزي. وسمير جوزي جاب المعلومه دي منين وازاي ومن مين؟ من مين ازاي يعني؟ اكيد قالك من مين يا زينات، عرف من مين؟ انا يا بيه سألته، ومين اللي قالك ان ماما عملت توكيل رسمي عام لعلوان افندي الله يرحمه؟ وعملته ليه وامتى؟ قال لي مش مهم تعرفي مين اللي قالي، لكن المهم تلحقوا ثروه وفلوس امكم انت ومحمود اخوكي قبل ما تضيع منكم، ولو ما كنتوش قادرين تعملوا حاجه سيبوني انا اتصرف. ويتصرف ازاي يعني يا زينات؟ سمير شاطر وبيفهم في الامور دي اكتر مني ومن اخويا محمود، ويعرف كمان يتصرف في الامور دي كويس. ويا ترى عرف فعلا يتصرف كويس؟ الوقت ما ساعدهوش لان اللي حصل حصل، والله يرحمه توفى. قصدك اتقتل يا زينات؟ الله يرحمه بقى يا بيه، كده ولا كده الله يرحمه. لأولاد الست نوال واقع أساسي ومنطقي في الجريمة، وممكن نوجه ليهم الاتهام، وممكن برضو الاتهام يتجه إلى حسن علوان ابن المجني عليه. لكن لأول مرة تقريبا في التحقيقات يظهر اسم جديد. قصدك اسم سمير؟ أيوة، سمير إبراهيم حسنين زوج ابنة نوال أبو اليزيد زينات بدر الدين سلامة. فعلا فعلا يا فندم، سمير إبراهيم ظهر فجأة، ومن الممكن جدا يكون له دور واضح ومؤثر في القضية. وممكن جدا برضه الاتهام ما يبعدش عنه. ده مؤكد يا فندم. يبقى يتم استدعائه في أسرع وقت لسماع أقواله يا حضرة الضابط. أنا تحت أمرك يا باشا. سمير. أيوه يا باشا. أنت عرفت إن حماتك الست نوال أبو اليزيد عملت توكيل رسمي عام للمجني عليها علوان خلف الله اللي كان ناوي يكتب كتابه عليها ويتجوزها رغم اعتراض أولادها؟ أيوه يا باشا، حماتي فعلاً عملت له التوكيل ده في الشهر العقاري. وأنت قلت المعلومة دي فعلاً لزوجتك زينات؟ كان ضروري تعرف يا باشا وتعرف أخوها محمود، ما هم ولادها برضه يا باشا. لكن انت كنت متأكد من معلومة زي دي؟ ومتأكد جدا كمان. يبقى اكيد كنت متأكد من الشخص اللي بلغها لك. فعلا يا باشا. وده اللي هو مين بالتحديد؟ جايز ما يكونش من حق اقول يا باشا. اتكلم يا سمير. اتكلم اقول ايه بس يا باشا؟ تقول الحقيقة اللي ممكن جدا تبعد عنك الاتهام بقتل المجني عليه. ممكن اقعد يا باشا؟ اقعد يا سمير. الحاج قصدي نوال حماتي اتصلت بيا في الشغل وطلبت مني احود عليها قبل ما اروح بيتي، وحاولت اعرف منها هي عايزاني ليه، في ايه، ما قالتش حاجه غير انها عايزاني ضروري جدا عندها في البيت. وحودت عليها فعلا يا سمير؟ ايوه طبعا، ولقيتها بتقول لي الكلام اللي هقوله لك ده يا سمير عايزاه يكون بيني وبينك،
حد من الولاد يعرفه لا، ما تقولهمش لا لمحمود ولا لزينات مراتك. خير يا حماتي؟ في ايه قلقتيني؟ محمود زي ما انت عارف مندفع ومتهور، وممكن يأذي نفسه ويولع الدنيا، وبيته وولاده عايزينه وانا كمان عايزاه. ما تتكلموا امال يا حماتي، هو في ايه؟ وبعدين كمان مش عايزاه ولا عايزه زينات يشمتوا فيا. يشمتوا؟ طب يشمتوا فيكي ليه لا سمح الله؟ لكن انت شاطر وواعي وهتعرف تساعدني وتتصرف بعقل اكتر منهم. وانا تحت امرك يا حماتي. انا عملت توكيل لعلوان. توكيل ايه؟ توكيل رسمي وكل حاجه تقريبا، بيع وشراء وبنوك. لا ده جنان بقى. لا مؤاخذه حماتي مش قصدي، لكن برضو ما لكنش يا سمير ولا حاجه. انا فعلا حسيت اني غلطت غلطه كبيره قوي. ليه علوان افندي ما تاخدنيش يعني؟ ما كانش اهلي للثقه دي. بقول لك حاسه اني غلطت وناوي اصلح الغلطه دي، وضروري هصلحها. وانا تحت امرك يا حماتي. مش عايز ابني ولا بنتي يعرفوا اللي هنعمله يا سمير، ومحمود بالذات، لانه لو عرف مش هيسكت، ممكن يضيع نفسه ويضيع مني. وبعدين يا سمير اتكلم. رحت معاها الشهر العقاري ولغينا التوكيل. وبعدين؟ لا ما عرفش حاجه بعد كده خالص يا باشا. لا حماتي كلمتني ولا انا كلمتها خالص، ولحد ما عرفت ان الله يرحمه علوان افندي اتقتل. قال تقريبا كل اللي كنا محتاجين فعلا نسمعه يا حضرة الظابط. فعلا يا فندم، التوكيل الملغي، مين اللي لغاه فجأة؟ وليه؟ وايه الدور اللي لعبه في الموضوع ده؟ ثم تقرير المعمل الجنائي بخصوص البصمات اللي اترفعت من مكان الجريمة، واللي بيؤكد ان البصمات الوحيدة اللي اترفعت كانت لشخص بعيد تماما عن دايرة الاتهام والاخر لحظة. ودلوقتي يا فندم يتم القبض عليه وفورا يا حضرة الظابط. في اخر لحظة تم الغاء التوكيل وقبل كتب الكتاب بيومين وعلى غير رغبة المجني عليه. لانه كان عايز يسرق، ياخد اللي ورايا واللي قدامي، واكتشفت انه باع الارض اللي في العجمي واشترى بيها شقه اللي ابن حسن يتجوز فيها بفلوسي وفلوس ولادي. كان حرامي، كان حرامي طبعا فيا. وده اللي خلاكي تواجهيه وتتهميه بالسرقه وخيانه الامانه وتبلغيه انك لغيتي التوكيل المعمول له. ايوه، ورحت له، رحت له اقول له يبعد عني وعن حياتي، يرجع لي الاوراق اللي عنده وتخصني. هاج اتعصب، ضربني. ايوه ضربني وشتمني وشتم ولادي، غلط فيا وفيهم وجرح فيا كتير، ورفض يديني الاوراق او يرجع لي الفلوس اللي سحبها بالتوكيل من رصيدي في البنك. ايوه، وقال لي وهو بيطردني وبيسقني، قال لي اللي تقدري عليها اعمليه عجوزه. ويا دوب اتدور في لحظه ظهره، رحت ماسك التمثال النحاس اللي فوق الترابيزة ورحت ضربها. ايوه ضربته بكل قوة بغل. ايوه ضربته فوق دماغه، صرخ وقع على الارض. رحت ضربته مرة واثنين وثلاثة. رحت بتعب وخدت بعضي بعدها وخرجت من شقته. ومحدش من اولادك يعرف انك قتلت المجني عليه؟ لا هم ولا جوز بنت سمير يعرفوا ايها حاجه. عايزهم يسامحوني، عايزهم يدعوني. ايوه انا اللي قتلته. ايوه قتلته لانه يستحق القتل، يستحق القتل والموت كمان. انا اللي قتلته.
حكمت المحكمة حضوريا على نوال ابو اليزيد زهران بالسجن 10 سنوات.